حبيبتي، وانا حاسه بالمراره والالم في كلام حياتك. لما بتسترجع الفتره دي، ايه اكتر شيء حياتك شايف ان هو كان فيه جرح بالنسبه لكم واهانه كاسره رئيس الراحل عبد الناصر؟ كفايه انه ما فيش اي انصاف لاي شيء. يعني النهارده مثلا تكريس الهزيمه، اسمه ايه ده، تضخيم ان كان مجتمع جمال في الستينات ده وفتره جمال عبد الناصر، يعني مجتمع الناس ماشيه تتلفت حواليها، مجتمع الارهاب الفكري ممنوع، الناس كأنها عايشة في رعب. يعني عارفة حتى كلام ما يخشش العقل. يعني ازاي في حاكم الناس عايشة في عصره هذه الحياة الكئيبة، ويوم ما يتنحى يطلعوا ملايين يقولوا له ارجع. يعني كان وضع طبيعي لما يتنحى يبقى خلاص ما صدقوا خلصوا منه، يقولوا له سلام عليكم. ودي نمرة واحد. نمرة اتنين، وبعد كده كمان لما يتوفى تطلع الملايين تمشي وراه وتفضل البلد. يعني يمكن انت ما حضرتيش الفتره دي، بس يعني كان فعلا حزن حقيقي في مصر وفي العالم العربي كله. طب ازاي؟ انا ما بقولش يعني ما فيش اي تجربه انسانيه فيها ايجابياتها وفيها سلبياتها، بس هل ما فيهاش الا سلبيات؟ يعني ما كانش بيتكلموا الا على السلبيات وشككوا في الذمه الماليه، والحمد لله يعني ربنا نصفه وقال لك عصر المعتقلات. ساب لكم كام الرئيس الراحل عبد الناصر؟ يعني سبينا اللي كان مصاريف البيت اللي كانت موجوده في البيت وقتها اللي كنا بس ما كانش في مبلغ في البنك، ما كانش في فلوس في خزنه البيت، ما كانش لا ساب لنا اللي هي الملايين اللي كان بيتكلم عنها عبد الحليم حافظ، يا جمال يا حبيب الملايين، هي دي الملايين اللي سابها لنا. والحمد لله طلعت ابقى من اي مليارات تانية يعني. طيب ده ما مضى، ويعني حياتك بتقول ان احنا دلوقتي في عهد جديد الحمد لله. شايف تطور الوضع السياسي في مصر ازاي من يوم، مش هقول 25 يناير، هقول من يوم 11 فبراير طبعا ولغايه النهارده؟ لا طبعا، هو انا شايف طبعا اللي احنا فيه هو يعني احنا النهارده شايفين، يعني لو الناس حتى بتتكلم ان الامور ماشيه في حاجات بطيئه جدا وحاجات كده، لكن انا يعني بقول ده برضو نوع من يعني اللي احنا فيه النهارده كان حلم يعني. لكن يعني النهارده لازم الثوره اللي هي الثوره يعني ايه، يعني بتغير شيء بالكامل، ما كان ما قبل الثوره ده لازم يتغير بالكامل لما بعد الثوره. يعني شايف لازم يعني في اجراءات معينه لازم تبقى الامور فيها تحسم. شايف ان في بطء في اتخاذ بعض القرارات؟ شايف يعني هي مش في كل القرارات، في قرارات شايف ان في بطء وفي رموز معينه برضو التعامل معاها ببطء جديد، وفي حاجات تانية الحمد لله يعني تحسي فيها حركه يعني. يعني هو طبعا وزارة بتاعت الدكتور عصام شرف دي طبعا كانت شيء جميل جدا، انها حاجة ادت روح جديدة ودفعة جديدة خالص للناس اللي كانت منتظرة بعد الثورة. النهاردة التعامل بعد مع ملفات ابتدى يختلف جدا، يعني النهاردة ابتدينا من قبل هذه الوزارة، من قبل طبعا هذه الوزارة، يعني النهاردة الملف بقى في تاني نرجع لاصولنا العربيه والدائره العربيه، وبنتكلم تاني على النهارده ابتدينا نبص على افريقيا بمنظور تاني. يعني لا في امور طبعا مختلفه كتير. انا لسه ما عرفتش لغايه دلوقتي حضرتك ناوي فعلا تترشح ولا لسه بتفكر ولا مش وارد بالنسبه لحضرتك؟ لا هو بقول لك لغايه دلوقتي انا الموضوع عمره ما جه في نيتي خالص. لكن لما بدا يبقى في ناس بتطالبك بده، انا ضحكت حتى في واحد قلت لهم يعني ده النهارده قاعدين الناس يعني انتوا قلبتوا طيرتوا الدنيا علشان خاطر موضوع التوريث، فجايين النهارده بتبصوا منا يعني. بس توريث ايه والرئيس الراحل عبد الناصر متوفي بقاله 40 سنه؟ يعني يمكن انا عشان شبهه شويه ف يعني شايف في نفسك ان حياتك ممكن انك تكون رئيس جمهوريه مصر العربيه؟ بس كان عندي مشكله فظيعه جدا تشيل المسؤوليه دي ولا لا؟ لا انا شايف اقول لك مشكله فظيعه جدا ان الناس
بترشحني علشان هي عايزه جمال عبد الناصر وده يعني حمل لا فوق طاقه البشر. خلينا نتكلم. طيب كويس. لا وده بقى بالنسبه لي وده بالنسبه لي يعني ما تتصوريش يعني بحس ان كان ال 37 سنه اللي كانهم يعني اتمسحوا يعني من يعني عارف فعلا رد اعتبار مش قادر اوصف لك ايه يعني يعني فعلا شفت نفسي البيج اللي على الفيسبوك كمان اللي بتطلب حياتك بالترشح شفتها طبعا في كذا واحد يعني فعلا خلتني عايز انزل تاني اللي بتوع ميدان التحرير دول يعني ابصهم كلهم واحد واحد. اسرتك صحيح اخوات حضرتك يعني ابناء الزعيم الراحل عبد الناصر زوجتك ولادك اصدقائك مفيش اي حد شجعك قال لك والله يعني ليه لا؟ اصل انا عايز اقول لك حاجه احنا عشنا اصل حياه رئيس الجمهوريه دي حياه يعني احنا عشناها شفنا يعني شفنا الوالد ده لم يتمتع يعني كان ما تمتعش بلحظه من حياته. حقيقي يعني و يعني حياه فعلا قاسيه جدا ولو قريتي حتى لو قريتي الذكريات اللي كاتباها الوالده اللي لسه نازله قريب دي هتكتشفي حاجه غريبه جدا. هتكتشفي ان هم تزوجوا يعني في 29 يونيو 44 وبعد ما طلعوا اسكندريه اسبوعين ورجعوا هتكتشفي ان هو من يوم ما رجعوا في 13 يوليو قعد يشتغل لغايه الساعه 6 وربع 28 سبتمبر 70 ما فيش وقت لنفسه او ما فيش خالص لاسرته للراحه ما فيش ده لا يعني ما هو دي هي طبعا رئاسه الجمهوريه دي فيها شق تاني بقى حلو جدا يعني ممكن تعيشي عيشه بس المفروض يعني تختاري بقى عيشه ملوكي رغم ان هي كانت ثوره على الملكيه يعني لكن بيتقال عليها ممكن كده ممكن تعيشي عيشه ملوكي عشتوها جدا. دي عشتوها بس العيشه الملوكي دي تمنها انك لو حصل مشكله وتنحيتي مش هتطلع ملايين تقول لك ارجعي ولو تطلعي بجوار ربك مش هتطلع الملايين كويس يبقى ده رد على سؤالي انه عشتوها بالتاكيد لا ده اللي انا افهمه طب اسمح لي في ناس كتير حابين هم يتكلموا مع حضرتك الفنان صلاح السعداني عايز ان هو يكلم حضرتك وخلينا ما بين تليفون وتليفون لسه عندي اسئله كتير فبعد اذن حضرتك نرجع تاني ونتكلم وهفترض انه لو حضرتك في السلطه وهفترض انه لو حضرتك قبلت انك تترشح كرئيس للجمهوريه ايه اللي بتحلم بيه لمصر او ايه رؤيتك ان مصر تكون محتاجاه اقتصاديا سياسيا هتعمل ايه في المعاهدات في معاهده كامب ديفيد مثلا تحديدا دي مشكله برضو يعني انا هعمل يعني انا خايف اعمل حاجه تلاقي نفسنا في حرب بكره ولا حاجه ما انا هرجع لحضرتك بس اسمح لي معانا الفنان الكبير استاذ صلاح السعداني مساء الخير يا استاذ صلاح استاذ صلاح مساء الخير السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام اهلا بحضرتك ايه النور ده انتم منورين الدنيا بانكم استضفتوا النهارده صديقي وحبيبي عبد الحكيم جمال عبد الناصر انت اللي حبيبي يا صلاح يعني يعني انت والله ارحم اخوك يعني جمال عبد الناصر ده تجربه انسانيه مصريه على مستوى لم يشهد لها التاريخ المصري مثل يعني ده حاجه من الامثال النادره جدا المضيئه جدا الكبيره جدا وبعدين عبد الناصر انا قلت ان الثوره اللي حصلت اخيرا دي تخطت ثوره عبد الناصر واستاذ زغلول ليه؟ لان عبد الناصر في النهايه كان فتوه وكان من قاده قوات المسلحه المصريه العظيمه وكان معاه دبابات وكان معاه ناس يطلعوا بالدبابات دي وكان في 80,000 عسكري انجليزي في مصر ورغم هذا ما همهمش وحطوا اعمارهم على اكفهم وشالوا رقابهم فوق ايديهم ونزلوا واسره محمد علي بقى لها اكثر من 150 سنه بتحكم وشيء ده تجربه رهيبه بس كان معاهم سلاح وكان معاهم وكانوا معدين لهذا انما الشباب اللي نزل في يناير ده دي اول تجربه مصريه في التاريخ المصري من ايام الفرعون الاول رحمه الله عليه ان جاي شباب نازلين ايديهم فاضيه مفيش في ايدهم طوبه بيقابلوا بقوات مدججه بكل انواع الاسلحه اللي سموها مكافحه الشغب دي مكافحه الانسانيه والوجود البشري في العالم بيقابلوا ناس قتله وعملوا شيء رهيب انهم يقفوا للحاكم المصري ويطالبوه في وجهه
بالرحيل والتخلي عن الحكم وعارف. فهذه ثوره عبقريه. انما والنبي ما تغرصيش قوي على عبد الحكيم انه ليه ما يرشحش نفسه. انا هقول لحضرتك حاجه. لا انا بقول له المطالبات دي بس هو موافق عليها ولا لا؟ الحاجه تحيه والدته. يعني انا هقول لحضرتك اسمعيني بس. مع حضرتك. دلوقتي اخوك كبير ربنا يشفيه المهندس الاكبر بقى صاحبي الاولاني خالد جمال عبد الناصر. القيت عليه تهمه تنظيم ثوره مصر. شاركه في قتل الكلاب الصهاينه اللي في القاهره دول وبتاع. مع راجل شهيد مصري جميل رحمه الله عليه محمود نور الدين. نور الله يرحمه. اللي قتل داخل السجن الحربي. بعد ما المحكمه العسكريه العظيمه برأت خالد جمال عبد الناصر بهذه التهمه، ولو انها مش تهمه بصراحه يعني ده شيء يشرف اي مصري وطني غيور حقيقي ما فعله محمود نور الدين السيد. وبعد ما حكم بالسجن واودع في السجن الحربي